هناك العديد من الرسائل بدأت تنتشر بين وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك إزالة ما يقرب من 108 عقار على مستوى منطقة مكة المكرمة، وهذا خبر عار عن الصحة. لم يصدر من الجهات المعنية أن هناك عمليات تطوير للأحياء العشوائية في مكة المكرمة. هذه الأخبار سببت لغط كثير عند أهالي مكة المكرمة أن هناك عملية تطوير ل 108 عقار على مستوى أنحاء مكة المكرمة. نحن نود أن ننوه عبر الإخبارية أن هذا الخبر غير صحيح. لم يصدر من إمارة منطقة مكة المكرمة أي خبر يتعلق بعملية تطوير الأحياء العشوائية سوى حي النكاسة الذي بدأت عمليات الإزالة والتطوير فيه منذ وقت مبكر، وتشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة. لذلك نحن نود أن وعبر الإخبارية أن نضع النقاط على الحروف أن عمليات التطوير للأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة تصدر من الجهات المعنية.